هذا شرف لينا زارتنا اليوم كأس في مركب بن سيام، شرف لينا كي زارتنا في بلدية حسين داي. نهار الحد إن شاء الله أول ماي عيد العمال. أنا رسالتي للأنصار كأنصار مولودية الجزائر أو أنصار النصر حسين داي، هذا العرس إن شاء الله يكون راح يسمع بينا العالم كاع بإذن الله. أنا نتمنى لا للعنف لا للعنف لا للعنف، خاطش العنف هذا ما راح يدي والو بإذن الله، والميور كي قال إن شاء الله. يعني إحنا الكأس كي شفناه هكذا قدامنا راح تكون حافز للأنصار وحافز تانيك للاعبين والإدارة، وإن شاء الله إحنا ماذا بينا الكأس جات لحسين داي إن شاء الله حتبقى في حسين داي. ويعني على المباراة ما فالك راح تكون ديربي بين الجارين مولودية الجزائر ونصر حسين داي. احنا غاب التتويج عندنا مده 37 سنه، وهذا العام كي لحقنا للعين ان شاء الله نشربوا منها، وان شاء الله تعود الفرحه لحسين داي، وان شاء الله يعاود التتويج بعد ما غابت 37 سنه. ان شاء الله هذا العام لوساندي هي اللي تدي لا فينال وتدي لا كوب النهائي الجمهوري، وان شاء الله يا ربي ان شاء الله تقعد لوساندي ما تخرج، ونقول ان شاء الله الانصار المولوديه يسامحونا هذا العام، لا كوب راهي تاعنا وما نتلقوهاش باذن الله، ورانا واقفين معاكم ان شاء الله. بارك الله فيك.